والتكافؤ. إذن اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف من موسم سباقات الطائف في سابع أشواط هذا المساء. الخيل العربية التكافؤ من 0 إلى 70 عمر الأربع سنوات فأكثر والتي تتنافس على مسافة الميل مسافة 1600 متر مسافة الايت فورلون قيمة الجائزة 85,000 ريال. يتقدمهم عناب من المسار الداخلي مع نايف العنزي سريعا في ملاهف المطاردة في ثاني المراتب وكذلك هنا من المسار الخارجي يتمركز وتتمركز شبلة بارح في المرتبة الثالثة بينما المحروسة في المرتبة الرابعة بالتحالي محمود جود وكذلك من المسار الداخلي نور الفاضل AF وكذلك حمورابي يتمركز سابعا بقدوم أيضا جميل الوثبة يتقدم هنا في المرتبة الأولى لهب نظرة إلى الوراء بن جنرال في ثاني مشاركة لا فيما 800 متر الأخيرة هنا انقطعت هذه المسافة 800 متر وكذلك الحضور في ثاني المراتب هنا من قبل الرقم 6 شبلة بارح مع سلطان الميموني وكذلك جميل وثبة في المرتبة السادسة هنالك أيضا القدوم في ثالث المراتب من قبل نور الفاضل إيف مع عبد السلام كريديس والاستحداث هنا للهب الذي يبدأ بالتحدي الآن ولكن في المرتبة الأولى تتقدم الآن شبلة بارح ابن إيف بارح الكفوف والقدوم من قبل نور الفاضل إيف ومن المسار الخارجي المحروسة حمورابي وعناب يتمركزون سادسا وسابعا مع المنعطف الأخير هل من قدوم من المسار الخارجي المحروسة قادمة مع محمد الحبيب في ثاني ظهور حمورابي يظهر من بينهم وكذلك عناب الحضور الرباعي ولكن الخط النهاية لا يعرف سوى فائز وحيد حمورابي وعناب المحروسة من المسار الخارجي ولكن التنافس من المسار الداخلي حمورابي بفارق رقبة يأتي لهذا الانتصار ألف مبروك حمورابي الإخوان في سلطنة عمان الحبيبة والمالك المهند خليفة سعيد السعدي الذي يأتي ويضيف حمورابي.